بمراسم رسمية احتفالية استقبلت إسرائيل نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس والوفد المرافق له. الجديد هذه المرة أن إسرائيل حرصت على أن تكون المحطات الاحتفالية كافة والاستقبال الرسمي في مدينة القدس، خاصة أنها الزيارة الأمريكية الرسمية الأولى بمستوى رئاسي بعد إعلان الولايات المتحدة نقل سفارتها للقدس. بينس تطرق إلى محاربة الإرهاب وأكد أيضاً حرص بلاده على مواصلة العمل على حماية أمن إسرائيل وضرورة تفعيل المسار السلمي، لكن الأهم لإسرائيل كان تصريحه بشأن الاتفاق النووي ونقل السفارة قبل نهاية عام 2019. القدس هي عاصمة إسرائيل، ولهذا وجه الرئيس ترامب وزارة الخارجية أن تبدأ الاستعدادات لنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس. رئيس الوزراء الإسرائيلي ساوى مرة أخرى بين القرار الأمريكي وبين وعد بلفور، وشدد في خطابه على الخطر الإيراني، كما أنه أعرب بدوره عن اعتزازه بعلاقات الشراكة ورحب بالتغيير الاستراتيجي في قيادة الولايات المتحدة في عهد ترامب. التحالف المقدس بين الولايات المتحدة وإسرائيل لم يكن بهذه القوة من قبل. العلاقات الأمنية والاقتصادية والتعاون الاستخباراتي والدعم السياسي في أوجه. تقارب المواقف الأمريكية الإسرائيلية، خاصة إعلان الولايات المتحدة نقل سفارتها، دفع النواب العرب لمقاطعة جلسة الكنيست في خطوة احتجاجية على انتقاص الحق التاريخي للشعب الفلسطيني من القدس كما يؤكدون. نحن هنا من أجل أن نقول مقولة: القائمة الثالثة بكبرها تخرج من القاعة تظاهرياً احتجاج على سياسته. هذه السياسة التي تريد أن تغرق المنطقة بالحرب والاحتلال والدماء، نحن نتنكر لها ونرفضها. بالنسبة لنا هذا تجاوز لخطوط حمراء في الدبلوماسية، هذه إساءة واضحة لحق الشعب الفلسطيني، تعدي على الشرعية الدولية، وبالتالي لا يمكن أن نجلس مكتوفي الأيدي في الهيئة العامة للكنيست. الإعلام الإسرائيلي بدوره أكد محاولة رئيس الحكومة للإسراع بتنفيذ مبادرة السلام والمعروفة إسرائيلياً وأمريكياً بصفقة القرن، حتى وإن افتقرت لموافقة من جانب السلطة الفلسطينية والتي ما زالت تواصل رفضها لما تصفه بصفعة العصر. زيارة النائب الرئيس الأمريكي تأتي استمراراً للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتأتي للتجديد على المواقف المشتركة. ومن هنا ووفقاً لمراقبين، ستعمل إسرائيل على استثمار الزيارة لتفعيل ملفات عدة وعلى رأسها الاتفاق النووي مع إيران. من القدس، صمادر ملحم، الحرة.